يا جماعة الوهبك عم يقول شغلات كتير حلوة قدامكم، سألوه إذا حبي. بعد ما رجعت من المسابقة وربحت المصاري أخذهم مني ورماهم بالوحل. الوهبك ما أنصفني أبداً. لك هي دائما بتعمل نفس الشي بكل مناسبة، مفكرة إذا بكيت شوي هي رح تقدر تعمل أي شي بيخطر ببالها. لو الملك داشارت ما تأثر بدموع كايكي وما رد عليها، ما كان اللورد راه معنا كل هالقد وعاش من في 14 سنة. بدكن تصوتوا لمرة لتحكمكن؟ بدكن تعطوا أصواتكن لمرة ما بتعرف شي؟ بدكن تصوتوا لمرة ما قدرت تتحمل مسؤولية ابن الوحيد؟ برأيكم رح تقدر تتحمل مسؤولية الضيعة؟ لوها سينغ! لوها بيك الله يحميه! بده يفوز! بده يفوز! لوها سينغ! لوها بيك بده يفوز! لوها سينغ! لوها بيك بده يفوز! لوها سينغ! لوها بيك الله يحميه! لوها سينغ! لوها بيك بده يفوز! لوها سينغ! لوها بيك بده يفوز! لا تفكري انه انا زعلان منك لانك جبتي المصاري من مسابقة الرقص. بعرف عملتي هيك بس مشان ما تهاف، بس انا هلا زعلان منك مشان شغلة واحدة، لانك ما قلتي لي، خبيتي علي. انا غلطت بحقك يا شيخار، بترجاك تسامحني، بس الشي اللي مزعلني عن جد بعد كل شي عملناه ما دهاف مانو معنا لحد هلأ. أبوك كان معه حق باللي قاله، أنا ما بقدر أتحمل مسؤولية، ما عملت واجبي تجاه ما دهاف، فكيف رح أقدر أكون مختارة الضيعة وحل مشاكلها ومشاكل أهلها؟ ماما؟ أمي إذا ما صرتي مختارة الضيعة وربحتي بالانتخابات، وقتها جدي رح يصير مختار الضيعة ورح يبعد كل الأمهات ويعيشوا بلا أولادهم. أمي مشان هيك لازم أنتي تصيري مختارة الضيعة مو جدي لوها. إذا صار هيك رح أضل زعلان طول عمري. يا مدهف، جدك بده اياك هلا، تعال. امي انا متاكد انك انت ما رح تخسري بالانتخابات. Thank you.
الأم بتطالع قلبها من محله كرمال تحمي ابنها وتحافظ عليه. بس الشيء اللي مزعلني عن جد إنه بعد كل شيء عملناه مدهب مانو معنا لحد هلا. رح رجع مدهف لعنا حتى لو شو ما صار. أنا رح أمن المصاري بأي طريقة لحتى هو يعيش معنا هون. الحقيقة أنا ما فيني شوف لالي وهي زعلاني على مدهف. شي خار رايح بهالوقت؟ وحدي أنا رح أبقى وحدي. ساكن أنا ساكن لوحدي أنا. يا لوها خليك هيك على طول. وحدي أنا رح أبقى وحدي ساكن أنا. إيه لوهاريا وينك؟ شو عم يصير هون يا باسيا؟ حدا سامعني؟ مو معقول هذا الشيء. تعي بسرعة يا سومان. يلا جاي. هذا الشي ما بيعني غير إنه شبح لسوميترا خانوم عم بيحوم بالقصر ومو ناوي يطلع منه. يا ربي دخيلك الله يجيرنا. أنا خايفة إنه سوميترا خانوم بدها تنتقم. إذا شبحها موجود هون معناتها هي جاي لتنتقم منا. انت مانك عم تخططي للعبة جديدة وخبيثة من ألعيبك ما هيك؟ أعوذ بالله. لعبة من ألعيبي يا بيك مع حضرتك؟ العب لعبة مع السيد لوهاسي؟ انت عن شو عم تحكي يا بيك؟ شاب شعري وأنا لحد هلأ ما خدمت حدا غيرك يا بيك، وأنت لهلأ شاكك فيني؟ بس الخانم صارت هلأ شبح غاضب كتير. ها؟
يا ربي دخيلك، سميترا خانم موجودة هون لتنتقم. لها بيك، أنا رأيي نساوي جلسة تحضير أرواح. كل العالم بتقول إنه جلسة تحضير الأرواح بتشيل الأذى، صدقني بتشيل الأذى يا بيك. جوماني خير؟ شوفي هلأ ابن عمي لالان إجا من ضيعته لهون وحكى معي وأعطاني هاي الورقة البيضة وقال لي أعطيك إياها بسرعة. إذا بدك تعرفي المكان اللي حابسين فيه قرايبكم مدار، لازم لازم تجي على العنوان اللي مكتوب تحت الخربة يلي ورا بيت حراس القصر. أكيد هاي شي لعبة من ألعاب لوها. بس يا لالي لازم تروحي على هذا العنوان بسرعة لتعرفي إذا هالشي صح ولا لا. إذا رحتي على العنوان المكتوب بالورقة بتعرفي إذا هالشي مزبوط. أنت توكلي على الله وروحي. شي خربة؟ قبل شوي كان نايم، وين بده يكون راح هلا؟ ايه لا تقلقي، بيكون عم يتفتل حوالين البيت. انتي روحي هلا وانا بشوفه وبرجعه، انتي لا تاكلي هم. ديري بالك على حالك. انا رايحه. مدار هذا أنت؟ إيه لالي. لا تقلق أبدا، أنا رح طالعك من هون بسرعة. لحظة. أنا منيح، لا تقلقي علي هلا، بس لازم تروحي لعند ريكا لأنه بيكون مشغول بالها وما لا عرفانة وين مكان، وإذا بقيت لحالها بيجوز يصير عليها شيء، لهيك ضروري تروحي لعندها. روحي لجنب البحيرة الكبيرة، في كوخ صغير على إيدك اليسار، هي هنيك. روحي لعندها بسرعة وشوفي إذا لازم أشي. طيب أنت هلأ روحي وتفقد ريكا بالأول، وبعدين ارجعي لهون وطالعيني من هذا المكان. ما رح طول، لا تقلق. ايه يا بيك، نحن عرفنا مكان ريكا، بس لالي كانت هون قبل شوي وراحت لعند ريكا. هاي تأمرنا بشي تاني يا بيك؟ طيب اذا انتو بتعرفوا مكانها لريكا، ليش خليتوا لالي تروح لعندها هلأ؟ فكر شوي يا غبي، العمى بقلبك جاي عبالي جيبك لعندي واخنقك بايدي على هاي العمل اللي عملتها. اسمعني شو بدي لك، تاخد مدار على القاعدة التانية فورا، ما بدي اي تأخير. انا هلأ رح ابعت كم شبي نسق فيهن لحتى يروحوا بسرعة لعند ريكا ويمسكوها. شو ما صار هلأ
انتخاباتي ابدا ما لازم تتاثر بشي. يلا هاتوا. اسمع منيح شو رح اقول لك. هلا بتاخذ كم واحد مسلح وبتروح على البحيره الكبيره لعند الكوخ الصغير اللي هنيك. بدي اياكم تسبقوا لالي قبل ما توصل لعند ريكا، وترك 4-5 رجال هنيك. شفت عمي؟ أنا قلت لك من قبل الرسالة اللي بعتها للالي رح تجيب نتيجة. عمي أنت صرت تعرف مكان ريكا بالتحديد، يعني أخذت يلي بدك إياه. لهيك وعدني إنه بعد ما تخلص ترجع لي ما دار، ما بدي إياك تأذي نهائيا. طبعا يا سومان، بوعدك هلا إنه ما رح أعمل شي لحبيب قلبك ما دار. بوعدك إنه رح يرجع ما دار لعندك وما في ولا خدش، يعني مثل ما شفتي آخر مرة. أنت الوحيدة اللي بتفهمي علي بالأصل، خليكي هيك، أنت بتستفيدي وأنا بستفيد والكل كمان. هدول رجال لوها، شو عم يعملوا هون؟ بس ما دار لسه، شو القصة؟ ما دار مدربة. ظاهر انه رجال لوها اخذوا منهم. لالي مانك حابة إنك تضم أمك؟ بس وين اختفيتي يا أمي؟ وين رحتي وتركتيني بالقصر لحالي؟ انتي بتعرفي قديش انا بكيت وزعلت عليكي يا سوميت رخانو؟ انتي ما بتعرفي شو صار فيني بغيابك يا سوميت رخانو. انا زعلت كتير عليكي، بس شفتك بخير هلا رجعت لي الروح وفرحتني كتير. الحمد لله لك يا رب، الحمد لله. سوميترا خانوم، ليلي كيف صار هالشي؟ لالي، ناجي من الموت أقوى من القاتل بألف مرة. أنت اليوم عم تشوفيني منيحة وبصحتي، فضل شخص واحد، فضل جانجي اللي بتعرفيها. هي اللي أنقذتني هداك اليوم. خلاص بكفي بقى. بعد ما ضربني لوحة أخذتني جانجي. ماتت سوميترا خانم، سوميترا خانم ماتت يا بيك. وعملت تمثيلية وقالت له للوحة أني أنا متت. لا لا، ما في داعي للخوف يا خانم، اسمعي حياتك بخطر هلا.
لازم تطولي بالك وتسمعيني. مشان هيك نحن عملنا هاد الشي، أنا وغانجي مثلنا موتي قدام لوها والكل. لوها فكر إني أنا متت بهداك الحادث، وهو كان سبب قتلي بهديك اللحظة. مشان هيك هو مفكر إنه أنا شبح، ولهيك هو خايف. وفوق هاد الشي كله غانجي حرقت الكوخ قدام الكل وأكدت لهم إني متت. وقتها أنا هربت من الكوخ. طيب أنتي كيف هربتي؟ أنا هربت فضل الله ومساعدة غانجي. أنا بدي أقول لك شغلي، رح تكوني أحسن مختارة للضيعة، ما حدا رح يكون أحسن. بس قبل ما تصيري مختارة الضيعة لازم ما حدا يعرف إنه سوميترا خانم لساتها عايشة، وإلا بينتشر الخبر. إيه؟ عم تفهمي لالي؟ إيه لالي. لالي ليش خايفة وقلقانة كل هالقد؟ شوفي، يعني عم تدوري على شيء؟ شو عم يصير؟ أنا فجأة أجتني رسالة بتخوف. لهيك أجيت له. رسالة؟ بس أنا ما بعتت لك أي رسالة يا لالي. هلأ فهمت كل شي يا خانو، هاي مؤامرة تانية عملها لوها مشان يوقعني. نحن لازم نوصل لريكا بس عوقت. ما لازم نتهور ونستعجل هيك، هلأ لازم نتحرك بحذر كبير مشان ما حدا يحس. إيه؟ ما فيني أقعد هون من دون ما أعمل شي. إذا صار شي لريكا ما رح سامح حالي طول عمري يا غانجي. ماشي، أنا بروح معك، هيك أحسن. إيه وأنا كمان بروح معكم. لا، مو أنت يا سوميترا خانو، غلط نكون نحن ثلاثة موجودين بنفس المكان. بس يا لالي أنت لحالك، أنت بتوثقي فينا يا خانو، مزبوط كلامي؟ لازم سوميترا خانو متضل بأمان. لالي انتبهي على حالك. تعي يلا تعي، لك امشي. Ha ha ha!
ريكا فيكي شي؟ ليلي فيكي شي؟ ريكا هربي على الكوخ بسرعة. افتحي الباب عمل لك، افتحي الباب، ها كسروا على راسكم، افتحوا عملكم. بنتك لالي يا بيك اجت لهون وجايبه معها نسوان الضيعه، وهلا هن بقلب الكوخ وقافلين الباب على حالهم، فقال لي شو بدك يعني نعمل؟ كل واحد بيوقف بوشك بتقوصه فورا وما بترد ابدا، فهمان؟ هي برديشي شو عم تعملوا؟ قلت لنا امبارح يا بيك ما بدك يكون في شي دل على الخانم. يا غبي، انا قلت لك تعمل هذا الشي امبارح مو اليوم، كل شي بخصه ميترا خانم بترجعه محله وما بتمد ايدك عليه. سوميترا سامحي هدول المجانين يا حبيبة قلبي، وسامحي لوها اللي بحبك. أنا ما كان بدي يصير هيك يا سوميترا، ما كان بدي يصير هيك. سلميني ريكا بسرعة أحسن ما تشوفي شي ما بيعجبك، ها سلميني ياها، وإلا رح أقتلكم كلياتكم، رح أقتل ثلاثة قبل ما أوصكم. واحد، اثنين، ما قدرتوا تروحوا لهنيك وتجيبوا لي بنتين ما فيهن عزم؟ خود هاي، وبدي اياك تضل تضرب على وشك فيها لحتى يحمر خدودك. لك هدول البنتين يلي بيوقفوا بطريقي شو ما قررت اعمل رح يضلوا قاعدين بقصري، وما رح اقدر اعمل لهم شي، ما رح اقدر زيحهم من طريقي ابدا. هيا يا بنات،
بتعرفوا شي وحدة اسمها لالي؟ خالي أنا لالي، شو القصة؟ بنتي أنا شفتك وقت كنتي راجعة مبارح الضيعة تبعك. لك يا ست لالي، اسمك انتي بالضيعة معروف ومشهور كتير. لك والله الكبير والصغير بالضيعة عم يمشي وعم بينادي باسمك من محبة هون إلي، مشان هيك قلت بيجي لهون وبتعرف عليكي، بدي شوف مين هاي لالي. ما شاء الله عليكي، صدقيني قلبي تعلق فيكي. الله يحميكي ويحفظك يا رب. بنتي كل أهل الضيعة عم يدعولك وعم يهتفوا باسمك، وما حدا بيقدر يهزمك أو يوقف بوجهك يا بنتي. وما تخافي من شي، انتي ما لازم تكوني رئيسة الضيعة، هذا الشي ما بكفي نهائيا، لازم توثقي بحالك وتصيري رئيسة الوزراء بكل هالبلاد. والله انحظت هاي الضيعة ببنت مثلك انتي، لأنه بهالأيام ما في بنت بذكائي. الله يرضى عليكي يا بنتي، الله يرضى عليكي. الله يكون معك. صباح الخير استاذ. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. هلا نحن جاهزين هلا وكل شيء تمام. ماشي. استاذ استاذ انا اجيت لعندك هلا ومتامل انه انت تشغلني عندك. ايه معليش. ماشي ماشي. هي يلا روح من هون، مو اصلا جنين احنا. روح يا استاذ. انا اسمي شيخار وانا بحاجه كتير للشغل، واعطيني اي شغل بدك اياه، انا ما عندي مشكله. استاذ انا رح نطف لك سيارتك، رح اعمل اي شي بتقلي اياه انت، وما رح اقول لك لا ابنوب ولا مجنون. تعا انت بدك تشتغل؟ ايه ايه ايه. ماشي، هذا قلم انا رح زدته لهنيك، ماشي، وقت انت بتجيبه من هنيك لهون رح اعطيك 50 روبية، ماشي؟ ايه. اتفقنا؟ ايه ماشي. زدته؟ يلا. يلا روح جيبه بسرعة بسرعة. يلا يلا روح روح روح. يلا 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 يلا. يلا تعا 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 بسرعة بسرعة. خد. برافو، وهي 50 روبية لإلك. حيوان انت، شو هذا اللي عم تعمله يا غبي؟ استاذ شو ما بتفهم انت؟ غريبة، هنن عم يضحكوا عليك هلأ وانت عم تبتسم. ايه هو هيك بده، ولهيك انا مو فارة معي ايه اني اعمل هذا الشي، أنا ما بيهمني غير الخمسين روبية. لك سمعتوا شو قال؟ هو مو مجنون، والله أنتوا المجانين. نحن اليوم رح نخسر 500,000 روبية يا سيد براموت، فريقنا كله جاهز للتصوير ما عدا ممثل المجازفات، وهالمشكلة كتير كبيرة. ايه والله مشكلة كتير كبيرة. ما قلت لي شو اسمك؟ ايه شيخار، أنا اسمي شيخار. وقديش بدك مصاري يا شيخار؟ أنا معي 50 روبية، يعني لسه بقيلي فوق 50، 1950. إيه أنا عندي إلك شغل على فكرة، وإذا اشتغلت معي هذا الشغل رح أعطيك 5000 روبية. بس الشغل خطير، خطير كتير يا شيخار. بس الشي اللي بزعل عن جد إنه بعد اللي عملناه ما دهب مانو معنا لحد هلأ. ايه ايه انا جاهز للشغل، انا جاهز لكل شيء، وفيني ساوي لك اللي بدك اياه، جاهز لكل شيء انا. جاهز شيخار؟
طالع مثل نجوم السينما كتير منيح. اسمع شو بدي اقول، رح نفلت هاي الكلاب وخليها تلحقك، وانت لازم تركض بسرعة وتهرب مننا، عم تفهم؟ وبعدين لازم تروح وتقعد بالسيارة. انت ليش قلقان كل هالقد؟ فهمت عليك، لا تاكل هم ابدا. كسب المصاري مهم بالنسبة إلي، مهم كتير، لأنه أنا عندي ظرف خاص. بصراحة أنا عندي طلب صغير، إذا صار لي شي وأنا عم بهرب من هاي الكلاب الشرسة، لو سمحت أعطي المصاري لمرتي. هي اسمها لالي، بتلاقيها بانتخابات كيشان غانج، اسمها لالي. إذا صار علي شي هلأ أعطيها المصاري وإلا أنه هدول مني أنا. إيه تكرم عيونك. ليلي شوفي يا أختي، برافو عليهم فكرة حلوة. ليش أنت خايفة كل هالقد؟ ما بعرف يا ريكا، بس قلقانة كتير، حاسة إنه رح يصير شي سيء. بس أنتي لا تاكلي همي، أنتي أكيد تعبانة، تعي. كاميرا يلا المشهد السادس أكشن. انتبهي، صار لك شيء؟ تأذيتي يا أختي؟ لا، بس بالي مشغول على شيء خار. يا رب احمي وبعد عنه الضرر والأذى. ليش قلقانة كل هالقد علي؟ يا أختي كل شيء رح يكون تمام، تعالي. يلا يلا. برافو عليك، برافو عليك يا شيخار، برافو، برافو عليك، برافو شيخار، برافو عليك. ما حدا في يمنعني عن ابني اللي مالي غيره ولالي ابدا. اشتغلوا منيح وما تخربتوا شي، ختموا. نحن عم نختم يا غانجي. اغفل لي ايدك شوي بهالختم. لعمة بقلبك. سامحيني واعفي عني يا سوميترا. استعجلوا. لك سامحيني يا سوميترا، سامحيني. سامحيني سوميترا. سامحي جوزك اللي غلط بحقك. أنا ما كان بدي يصير هيك أبداً. سامحيني يا سوميترا، سامحي جوزك اللي بيحبك. أنا ما كان بدي أضربك وقتها، طلعت عن طوري وقتها وما عرفت كيف صار هالشي أبداً. لهبة؟
شو فيها بيك؟ ليش انت هيك متوتر وخايف؟ كأنك يعني شفت شبح. شبح مرتك شي؟ شو نسيتي كيف الخدم بيحكوا مع أسيادهم؟ اي طول بالك، ليش شو حكيت يا لوها بيك؟ بس اجيت لقلك انه العمال خلصوا ختم البطاقات المزيفة وصارت كل البطاقات المختومة صارت باسمك انت يا سيد لوها. العمى لو استغفرت الله من هلأ لبكرة ذنوبك ما رح تنغفر أبدا، لأنه الخطايا اللي عاملها أكتر من حبات المسبحة. بس أحيانا بينحرق قلبي عليك لأنك بتعيد نفس أغلاطك. ليش ما بتتوب لربك؟ كل ما بتخطط لشي الشر بينقلب عليك. توب لربك وإلا رح تكمل حياتك وإنت لحالك. إنت اللي رح ينقلب الشر عليك وتبقي لحالك يا لالي. بقي يومين للانتخاب وما جبتي المصاري لهلأ، رح تخسري ابنك مادهاف يا لالي وتخسري الانتخابات. إنت ليش بتحكي مثل الأولاد الصغار أحياناً؟ إنت رجال متعلم وبتعرف هالمثل، الحجر اللي ما بيعجبك بيفجك. مزبوط يا لوها بيك ولا لا؟ ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، ممكن يتغير كل شي بيوم وليلة. لا تستهوين فيني. القنينة الفاضي تعمل ضجة أكبر، وأكيد أنت سمعتي هذا المثل من زمان. ما؟ لك إذا ابنك الوحيد ما عم تقدري تحميه، كيف لكان رح تقدري تحملي مسؤولية الضيعة وأهلها؟ عم تتنطوطي هون وهون مشان 2000 روبية. بس بعد هلأ ما في داعي تاكل هم المصاري.